حركات عنيفة تدور الآن. الله أكبر. قبل 3 أيام أطلق إعلاميو حمص وريفها بياناً مهددين به الائتلاف الوطني وقيادات المجالس العسكرية إذا لم يبادروا لإنقاذ حمص وريفها ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه الشعب. البيان يقول بأنه سيفضح المتورطين والمتاجرين مستندين إلى معلومات ومعطيات تدين عسكريين ومدنيين حسب البيان، وأضاف: لن نسمح لكم ببيع حمص، فإن قمتم ببيعها فاعلموا أنها نهايتكم. قبلها بعدة أيام نشر موقع كلنا شركاء مادة صحفية مغفلة الاسم، وجه كاتبها اتهامات طالت قائد لواء الإيمان في حمص واتهمه باحتكار السلاح والتخاذل عن نصرة المدينة. فما كان من حاتم الضحيك قائد لواء الإيمان إلا الرد عبر موقع زمان الوصل نافيا كل التهم، مكتفيا بالقول: أنا والإخوان والزمن طويل، معتبرا بأن الإخوان المسلمين هم وراء الحملة لتشويه صورته. نحن بحاجة ماسية، راحة الريف وفي تآمر كبير على حمص، تآمر كبير. إذا بايعين حمص قلولنا، طلع من إخواننا بده يستلم سلاح بحلب ما حد يعطاه، من اللي مستلمينه ضباط الكبار. إذا بالنسبة للضباط وللنجم رب العالمين عنده نجوم كتير، والله في كل أبطال من هالشباب. ما سبق وسواه من تراشق تهم وتبادل تصريحات عن سلاح نوعي تم استلامه مقابل النفي بالمطلق من ثوار حمص، إضافة لما حصل خلال الأسابيع الأخيرة من تطورات ميدانية متسارعة على قلب المدينة المحاصر، جعل عاصمة الثورة تعود لواجهة المشهد. فما حقيقة ما يجري في حمص؟ ما دخلنا شيء، بنوب 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 ولا شفنا شيء، هاي بقى ولا شفنا هاي اللي عم نقاتل، لا يا عم نقاتل والحمد لله رب العالمين. منذ أكثر من عام ونصف وجميع المتحدثين بمن فيهم قيادات الأركان والمعارضة السياسية يتحدثون عن خطط النظام للسيطرة على قلب سوريا وجعلها الخاصرة الرخوة للثورة. البعض أسهب كثيرا في شرح أهمية حمص العسكرية والاستراتيجية وأنها حجر الزاوية للدويلة المفترضة التي سيلجأ النظام إليها متى سقطت العاصمة. فإذا كانوا يعرفون كل ذلك، فلماذا لم يقطع أحد الطريق على مخططات النظام؟ ولماذا يسقط الريف الحمصي منطقة تلو أخرى؟ ولماذا لم يهرع أحد لفك الحصار عن الأحياء القديمة الصامدة منذ أكثر من عام؟ وعلى ماذا كانت تراهن القيادات العسكرية والسياسية يا ترى؟